السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم باش نقدم لكم وصفة سهلة برشا بالبسكويت متاع الزبدة، الكريمة والفراولة. انا لهنا خديت مقدار علبتين من بسكويت الزبدة، ثم خديت نصف كاس ماء بارد باش نحط فيه القهوة الفورية، باش نحط ملعقتين لانه لازم يكون القهوة اللي عندي تكون مركزة باش تعطي المطعم بنين. ما تشوفوا لنا الحركة، ما تستعملوش الماء الساخن لان باش نحطوه على البسكويت وكي يكون ساخن باش يخليه يذوب تماما. لهنا انا باش ناخذ طبق مش كبير برشا كيما تشوفوا، ولكن يعني مش مشكلة حسب الافراد متاع العائلة. تحطوا البسكويت بالشكل هذية، تصفوهم بحث بعضهم، نجموا تعملوا الوصفة مع أولادكم لأنها يعني الحقيقة مسلية وما فيهاش برشا مراحل. لهنا أنا باش ناخد بالفرشات، واللي ما عندوش فرشات مش مشكلة ياخد ملعقة صغيرة ويحط كمية صغيرة من خليط القهوة والماء على البسكويت. ما لازمش نكثروا منه لأنه باش ما نخليش البسكويت يذوب بشكل تام، نحب شوية تبقى القرمشة، ولكن بعد يعني اللي يحبه يكون طري مش مشكلة. لهنا باش نحاول نحط الكريمة متاعي. انا باش نخليكم تشوفوا الفيديو الثاني باش نوريكم طريقه تعملوا بيها كريمه الشانتيي بشكل انها تكون شاده روحها وما تسيحش. حقيقه انا هي اللي عملت الوصفه هذه، ما شفتهاش في حتى مكان واحد اخر، يعني عندكم فيديو حصري نجموا تشوفوها كيفاش وتشد روحها بشكل سريع جدا، ما تاخذش منكم برشا وقت، وبمكون يعني سهل على الاخر كما تشوفوا لهنا. انا نحاول نستوي، ثم باش نحط اليوم انا عندي الغلال اللي عندي هما الفراوله. تحبوا تستعملوا اي غلال اخرى، تفاح تقصوه بشكل يعني جيد على الاخر، اللي عنده مشماش، اي نوع من الغلال، الجاز كما تحبوا، يعني هو فقط يعني يعطي مطعم بنين كما تشوفوا هنا. نصففهم، نعاود نفس العملية، نحط البسكويت كما تشوفوا. بالنسبة للفضال يبقى نجم نقسم يعني الكعبات ونحطهم، نعاودو نحطو شوية القهوة، حطيت كذلك يعني كريمة. لهنا بالنسبة للزينة أنا الفريز قصيته بشكل مغاير فقط يعني لجمالية المنظر كما تشوفوا. نحطهم مع بعضهم وباش نوريكم طريقه كيفاش تتحصلوا على لمعان الغلال. انا لهنا خديت كميه صغيره من الماء حطيته يغلي، باش نحط عليه ملعقه كبيره يعني حسب كميه الماء، نجم نحطوا ملعقتين او ثلاثه، المهم يعني الخليط باش نعاون المعجون متاع الفراوله انه يذوب كما تشوفوا. مش لازم باش نخليه يغلي برشا، نخليه يبرد خاصه يعني بعد ما يذوب المعجون نخليه يبرد. لهنا انا بقات لي كميه من الكريم شانتيي باش نحطها في جيب الحلواني او لابوش ادوي باش نزين بيها يعني التورته هذه. بالنسبه اللي ما عندوش البوش ادوي او جيب الحلواني تنجموا تحطوا في ساشي عاديه تقصوها من الاطراف وتنجموا تزينوا بيها، كذلك تنجم تحطوا بالملعقة وتعملوا أشكال بالفرشات، يعني مفهمة حتى مشكلة. المطبخ ماهيش عملية معقدة، ننصحكم الناس الكل يعني كي طيبوا تعملوا جو، مش الإنسان باش يحسها عملية معقدة كما تشوفوا. لهنا أنا باش نكملهم الكل، ثم طبق نحطه لمدة نصف ساعة في الثلاجة. لهنا انا الخليط متاع المعجون متاعي برد باش نحطه على الفراولة باش يبقى اللمعان، يعني الطريقة هذه تخليكم تتحصلوا على لمعان الفواكه، مثلا في كي تعملوا تورتة متاع فواكه او غلال يعني كيما تحبوا. انا يعني لهنا نزين بشوية لوز، هذه مسألة اختيارية يعني اللي ميحبش مفهمها حتى مشكلة، ولا اللي ما عندوش نجم تكون اي حاجة اخرى، بوفريوة، كاكاوية، اللي هو. انا يعني هلا كما تشوفوا يعني كملت بردة التورتة متاعي، كما تشوفوا الفريز متاعي يلمع، قصيتها
كما تشوفوا الحقيقة بنينة برشا. إن شاء الله ربي نالت أعجابكم، متنساوش الاشتراك بالقناة. سلام.